الشباب كلهم سامعني يا شباب؟ سامعين حضرتك. تمام حضرتك تمام تمام. عشان انا بس شغال النهارده النت عندي فاصل فشغال على الموبايل، فممكن بس النت لو في اي صعوبه او حاجه يا ريت بس استاذنكم معلش عذرا، يعني تقولوا لي لو في بطء او حاجه او حاجه انا قلتها، ممكن اكون شغال على حاجه وما اكونش واصله لكم شويه. يعني اخر حاجه بنقولها ان البوليفال لو انا عايز اعوض برقم معين اللي هو رقم 2 يعني عن كل اكس في البولينوميال بتاعتي، فيعوض عن كل اكس ب2 ويديك الرقم النهائي بتاعتنا قد ايه. طيب لو انا هي عايز دكتور معلش اتفضل من فضلك، هو البي بتساوي واحد 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 كده، ده اتعرفت على انها بولونوميال كده؟ هو طالما انك بتعرف بالظبط كده تعرف على انها بولونوميال، بيحط مش اري بيحط الكوفي مثلا لو انا عايز اقول مثلا 3 اكس تكعيب مثلا يعني، او معادله من الدرجه الثالثه، فاقول ان بي بتساوي هو بيعوض عن كل كوفيشنت بالرقم ده، يعني مثلا بقول 3 3 4 5، هو اوتوماتيك هيعوض عن البولينوميال بتاعته ان الثلاثه دي الكوفيشن بتاع الاكس تكعيب، والثلاثه ديت الكوفيشن بتاع الاكس تربيع، والاربعه دي الكوفيشن بتاع الاكس، والخمسه دي اللي هي الانود اللي هو الكونستنت بتاعي، بيفهمها كده. فبالتالي اقدر اتعامل معاها، مش محتاج ان انا اكتب البولينوميال بتاعتي بشكل اللي هو اللي هي الايكويشن اللي احنا كاتبينها اللي هي الواي بتساوي اكس تربيع زي الكلام ده، يعني ممكن اكتبها واي ايكوال تو 3 في اكس تكعيب، شفت انا باخد وقت قد ايه عشان اكتب شكل الفانكشن، 3 في اكس اس 2 زي، تخيل بقى لو انت عندك باب بولينوميال محدود اكتر من كده بتبقى عامله ازاي، يعني 3 زائد 3 طب ممكن 4، نقول بدل بي نقول كيو مثلا؟ مفيش مشكله خالص، ده فاريبل بالنسبه لك، اي حاجه اي حاجه حط انت بتسمي بتختار فاريبل. يعني هي دي كده مش لا مجرد لا لا. ليست يعني انا قلت 3 ايكوال تو 10 2 3 مثلا، يعني هيعتبر ان خلاص عند البيو ده حجزوا الكوفيشنز بتاعتنا، ما هو ده انت بتعرف على حاجه معينه بس مش اكتر من كده، يعني انت القصه كلها انت اللي بتحكم في الفاريبلز بتاعتك هتبقى ايه. معلش اقفل بس الواتساب عامل بعت رسائل. فانت انت بتعرف بتحجز فاريبل اسم كيو عباره عن ماتريكس 1 في 3، الكوفيشنت الاولاني اللي هو الاكس تربيع هيبقى الكوفيشنت بتاعه 10، وبعدين الاكس اللي هو الكوفيشنت بتاعها 2، والكونستنت هو الكوفيشنت بتاعه 3 اللي هو الانود. يعني كما لو انك بتعوض في البولينوميال ديت عن كل فاريبل بتاعك، بس انت بتبدا بالعكس، ما بتبداش من اي نود اي 1 اكس، لا بتبدا من الهايست اوردر للفيرست لوست اوردر او الكونستنت بتاعك يعني، فانت بتجيبها بالعكس. هو الماتلاب بيفهمها بالشكل ده. ايوه تمام يا فندم، نكمل. تمام يا فندم. لو انا قلت مثلا انا عندي الروت بقى، لو انا عندي الروت يعني افترضنا مثلا كيو اللي انت احنا قلناها اللي هو اللي مثلا عايز اجيب الروتس بتاعت، هسمي ده ار او نسميه دبليو 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 اهو روتس اوف كيو، فهيديني الكيو الروتس بتاعت الكيو دي خازنها في دبليو دبليو دبليو، لو انا حبيت اشوف اهي دي الروتس بتاعتي. طب انا لو عندي الروتس هل اقدر احصل على البولينوميال؟ ايوه ببساطه جدا، عن طريق بيلت ان فانكشن اسمها بولي. يعني لو قلت بولي اوف دبليو 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 فيكون البولينوميال الكوفيشنتس بتاعتها اهي اللي الروتس بتاعتها دبليو 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 دي اللي هو 1 و2 من 10 و3 من 10. فانت لو عندك الروتس ممكن تبيلد ان البولينوميال، ولو عندك البولينوميال تبيلد ان الروتس بتاعتها. نبدا نقول مثلا لو انا عندي عايز اضرب تو بولينوميال في بعض والكوفيشنز بتاعتهم مختلفين، هقول بي 1 مثلا البولينوميال الاولانيه 1 2 3، والبولينوميال الثانيه الكوفيشنز بتاعتها بي 2 مثلا ب 4 5 6 7 مثلا يعني، وعايز اضربهم في بعض. طبعا لو انت ضربت الاثنين دول في بعض هيديك ايرور، يعني لو ضربنا اهوت عشان نبقى مع الشباب بي 1 في بي 2 لازم هيديك ايرور، لان انت عندك التو كوفيشنز مش نفس السايز، لكن تقدر تضربهم عن طريق فانكشن اسمها كونف. كان قال لك بتعمل كونفوليوشن ما بين التو بولينوميال، طبعا اللي اشتغل سيجنال بروسيسنج على الفلترز طبعا اتهرف الحاجات دي كلها، فكان قال لك بتعمل كونفوليوشن بين تو فانكشن او تو بولينوميالز، البولينوميال الاولانيه بي 1 والبولينوميال بتاع الكوفيشنت بتاعتها هي اللي هي البي 2. طب انا عايز اقسمهم على بعض، بسمع حاجه اسمها دي كونف، دي كونفوليوشن ما بين البي 1 والبي 2. او ده اسم صفر او ده اي حاجه مختلفه شويه يعني. طيب لو انا عايز اجيب الريزيديو برضه بستخدم حاجه اسمها ريزيديو،
ان انا عايز اجيب اللي خرج ريزيديو اوف بي 1 وبي 2. خلينا ناخد مثلا حاجه عشان ناخد هو دي الارقام. كونفيد ده زيرو، هو ده زيرو، ان الارقام احنا حاطين حاجه عشوائيه. طب ناخد مثلا حاجه نقول مثلا بي 1 عشان تدي ارقام مثلا 2 و3 و4، عشان بس لو قسموا على بعض يدي ارقام significant يعني. فنقول بي 2 equal to 1 و2 مثلا، عشان خاطر ما يبقاش في عندنا اي ارقام شاذه، نقول دي كونف اوف بي 1 وبي 2 هديك 2 وماينس 1. لو احنا عايزين نجيب الريزيتو بتاع حاجه زي كده، ريزيتو بي 1 وبي 2 يجيب 6. ده الريميندر بتاع الحاله بتاعتنا يعني. طيب دي حالات كلها اللي اقدر اتعامل مع بينوميال. يبقى طب انا عايز اعمل انتجريشن او ديفرنشيشن، لو اقول في الحاله ديت بولي ديف ديريفاتيف اوف بي 1 مثلا، فيديك الديفرنشيشن بتاع بي 1 بولي. انا اسف هي مكتوبه غلط. هو الصوت عند حضرتك فيه حاجه يا دكتور؟ يا دكتور سامعني كده؟ سامعني يا دكتور كده؟ الو؟ الو؟ الكهرباء قطعت عنده. الو يا دكتور؟ سامعني كده يا دكتور؟ ايوه سامعك يا دكتور. انا كده الواتساب اشتغل، الواي فاي اشتغل، فقفلت الموبايل. النت طلع كده. سامعني كده يا دكتور؟ اعتقد كده احسن شويه. كده جميل. تمام. اخر حاجه اسمها ان يكون حاجه فصلت مننا، الكونفولوشن دي كونفولوشن. لو انا قلت انا عايز اعمل ديريفاتيف، بقول بولي ديريف اوف بي 1 مثلا، فيعمل لها ديفرنشيشن. لو احنا جينا بصيت على البي 1 اللي احنا كنا معوضين عنها، الكوفيشن بتاعتها اللي هو 2 و3 و4، 2 ده تربيع يعني هتبقى 2 في 2 ب 4، وال3 ديت اللي هو الكوفيشن بتاع اكس هيبقى 3 يبقى 4 و3. طب انا عايز اعملها انتجريشن، يبقى بولي انت انتجرال يعني للبي 1، فتوقع هتبقى حاجه بالمنظر ده. لما اقسمها طبعا تبقى 2 على 3 اكس تكعيب، 3 اكس تربيع على 2 زائد 4 اكس زائد الكونستنت بتاعنا، تبقى حاجه بالمنظر زائد زيرو. ده بالنسبه للتعامل مع بلونر. طيب لو انا عندي داتا وعايز اتعامل معاها بشكل ثاني، يعني عندي قلت اكس مثلا ايكوال تو من 0 الى 10 وهقطع ما بينها بنص مثلا، وكانت الواي ايكوال تو حاجه بالمنظر ده، وعايز ارسمها الاول بلوت اوف اكس وواي، وخلينا ناخدها بالمنظر ده، ونخلي مثلا اللاين ويدث بتاعنا ب 2 حاجه بالمنظر ده. ده كيرفات ممكن تطلع عندك من داتا مثلا في المعمل، او حتى لو انت بتشتغل نيوميريكال اناليسيس. من اهم الحاجات اللي بنتعامل معاها بلونوميال هو الفيتنج، لو انت عايز تعمل فيتنج للبلونوميال بالمنظر ده. عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولاني ان انا افيت عن طريق داله جوه الماتلاب نفسها، يعني اقول له بولي فيت، يعني اقول له مثلا هنا اقول له بولي فيت للبلونوميال بتاعتنا يعني، واقول له اللي هي اكس وواي، واختار الديجري بتاعنا هيبقى ايه، يعني هفيتنج على لاين مثلا يبقى واحد، ده ستريت لاين، او ان انا هعمل له فيتنج على، خلينا ناخد اول خطوه مثلا ناخدها لاين عشان خاطر ايه الناس ما تتلخبطش معانا. اقول له انشئ لي ايه الخط يعني الواي 1 ده، بعمل فيتنج للاين، وهقول له عوض بقى عن في الواي 1 ده عشان تقدر نرسمهم مع بعض ونشوف ايه الفانكشن بتاعتنا اللي هو بولي فاليو، عوض عن كل قيمه جوه الواي 1 ده باكس، يبقى هقول له واي 1 واكس عشان يدينا خط يبقى نفس السايز بتاع الرسمه بتاعتنا اللي دي، واقول له هولد اون، واقول له جريد اون عشان نشوفها شكل يبقى فيه المربعات بتاعتنا، واقول له بلوت اكس وواي 1 ده. تمام.
فالمتوقع هيبقى خط كده مارر بالداتا بتاعتنا ده اللي هو الواي 1، ودي الداتا بتاعتنا اللي هي عايزين نعملها فيتنج. طيب لو انا زودت الاوردر بتاعنا اكيد هيبقى يعني الشكل مش هيبقى بالمنظر ده، هيبقى بيمر احسن بالداله بتاعتنا. احنا قلنا واي 1 انا عايز اعمل بالديجري البولينوميال بتاعتي اوردر مثلا 2، وهرجع اقول له بلوت تمام، المفروض يديني بولينوميال اوف ديجري 2 بتمر بالداتا بتاعتنا. كل ما انا زودت الاوردر بتاع البولينوميال كل ما كان ان انا بعمل فيتنج للداتا بتاعتي على كيرف اناليتيكال كيرف بسموزنج فانكشن افضل، بعمل سموزنج للداتا بتاعتي. دي الطريقه الاولانيه ودي اصعبهم على الاطلاق، دي محتاجه ان واحد يكون متمرس شويه في فاهم شويه ازاي يكتب كود على الماتلاب، ودي يعني كتير محتاجه واحد يكون متمرس شويه في الماتلاب. طب ايه الطريق الثاني؟ الطريق الثاني ان انا اجي انا كده كده اوريدي خزنتها، فاقول اروح للماتلاب كده معلش انا مش عارف. هم عارفين يا دكتور فايده هولد اون وان ال 0.5 دي الانكريمنت اللي حضرتك بتزوده في الاكس، حضرتك اكيد عارفين الكلام ده صح؟ هو الشباب انا قال قبل كده قال قبل كده ما شاء الله، يعني احنا بدانا من تحت الصفر يعني. فهلاقي هنا عندي تولز بيزك فيتنج، دي الطريقه الثانيه، في طريقتين ثانيين لسه هتكلم عنهم، خلينا ناخد الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه ان انا على الفيجر نفسه اقدر اعمل فيتنج، على الفيجر نفسه اقدر اعمل فيتنج للداتا بتاعتنا. خلينا بس انا عايز يبقى عندي كيرفين، معلش انا اقول كلير اول، ابدا من اول وجديد سي ال سي كلوز اول، نقفل الداتا بتاعتنا. هو ليه هيقفل بعد 10 دقايق؟ سي ال سي هو حضرتك عامل فري زوم مش كده؟ لا ده انا الهوست دكتور دكتور نصر. في حد بعت رساله معلش. طب لو قفل انا ممكن احط انا ماشي يا دكتور مصطفى لينك ماشي. محمد بس بيعتذر عن حاجه معينه. طيب نكمل الواي 1 الاول، ادي اكس الاكس كنا عوضنا عنها اللي هي، والواي عوضنا عنها اللي هي بالداتا ديت، وقلنا فيجر بلوت اكس وواي وخليناها ب وهات كده، وخدنا اللاين ويدث بتاعنا باثنين مثلا عشان يبقى واضح للشباب، ونخليها جريد اون، ونخلي كمان ماشي جريد اون تمام. هتيجي انسيرت او تولز وهتلاقي فيها تحت كده اسمها بيزك فيتنج، هتك عليها هيديك الفيتنج البيزكس اللي ممكن تتعامل معاها. يعني احنا لو اخترنا لينير مجرد ما هتك عليها هيبدا يبيلد لينير فانكشن بتمر بالداتا بتاعتنا. طيب انا لو اخترت كيوبيك او كوادراتيك هيعمل كيوبيك فانكشن بتمر بالداتا بتاعتنا، ده اللي هي الدالة على الشمال دي. لو انا عامل سبلين انتربوليشن كما لو ان بيعمل داتا، بياخد الداتا بتاعتنا ديت ويبيلد بولينوميال بتمر بالداتا ويعملها انتربوليشن جوه الفيجر بتاعنا، ده افضلهم على الاطلاق، لكن مش في الغالب مع خبره الواحد مش في المعظم بتنفع الطريقه دي، مش في المعظم. انت عندك حالات بيبقى عندك بعض النواتج النوميريكال بتبقى بتوسيليت هاي قوي، يعني بتوسيليت كتير قوي ما بين تو بيريود او في منطقه معينه كده تلاقي نقط شاذه. حتى بعض التجارب النواتج العمليه بتبقى من نواتج التجربه بتلاقي في نقطه فوق كده او نقطه تحت، فمش هيقدر السبلاين ده ان هو يمر بيها، فانت بتحاول تشوف اقرب فانكشن ليها. دي الطريقه الثانيه. وطبعا احنا الماتلاب بيتيح لك انك تشوف شكل، يعني تعرف انت ايه الايكويشن اللي ممكن تستخدمها عشان لو انت هتعمل ريبروديوسنج ليها، تعرف الار سكوير لو انت عايز تعرف الداتا بتاعتك دي فعلا مظبوط الفيتنج بتاعك او لا، او انت عايز تعمل اي ستاتستكس موجات بيها. دي الحاله الثانيه. يبقى احنا اتكلمنا الحاله الاولانيه لو انت عندك ريزلتس وعايز تبيلد ان بولينوميال عليها بالفيتنج فانكشن باستخدام البوليفيت، او ان انت تقدر عن طريق الفيجر بتاعك نفسه، لان انا كنت قلت لكم زمان ان احنا هنتكلم على الفيتنج ده بشكل متعمق جدا. دي الحاله الثانيه.
ان عن طريق الكيرف نفسه لو انت راسم الداتا بتاعتك ممكن اجيب تولز، اجيب بيزك فيتنج، ده ابسط حاجه على الاطلاق، هيديك فقط 10 دوال او ان يعمل شيب بريسيرفنج او سبلين للداتا. دول الحالات الوحيده اللي ممكن نسمعها لك خلال الفيجر نفسه. طب ايه الحاله الثالثه جوه الماتلاب اللي يمكن مور ادفانسد شويه؟ يمكن قليل اللي يعرف الموضوع ده الا اللي هو متمرس شويه في الماتلاب وعنده خبره بيه كبيره. هتروح على ابس، في حاجه اسمها كيرف فيتنج، ده ابلكيشن جوه الماتلاب في الفيرجنز الحديثه شويه. هختار الداتا بتاعتي وليكن الاكس داتا هو الاكس والواي داتا هو الواي. طبعا انا مش عايز اشوفها بالشكل ده، انا عايز اشوفها بشكل تو فانكشن عاديه جدا. ده لو انا عايز اتحكم في المينيمم والماكسيمم برسيت الداتا بتاعتنا. هقول له هنا لو انت عايز، انت عايز تكستم انتربوليشن بتاعتك. اوكي هي دي عاملها 3 دي، ما هو عايزينها 2 دي فعلا. اه انا بدور هنا عشان نعملها 2 دي. هو شايف هنا الزد داتا، اه هنا انا ما اتكلتش على الواي عشان كده عاملها 3 دي. انا برضه عمال ابص هنا ليه مش متك عليه. هنا هو ادي هنا عمل لها لينير فيتنج، اختار البولينوميال بتاعتنا. لو انا عايز اعملها جاوسيان مثلا، هنا ناخدهم واحده واحده بس عشان نشوف الدنيا فيها ايه. هنا اول حاجه الاكسبوننشال فانكشن، لو انت عايز تعمل اكسبوننشال فانكشن بتمر بالداتا بتاعتنا فيتنج على اكسبوننشال، وكمان اقدر اتحكم في الفانكشن بتاعتي. مثلا هنا بيديك الايكويشن بتاعتك a اكسبوننت اوف p اوف x، كما لو انه بيعمل فيتنج للداتا بتاعتي على اكسبوننشال فانكشن. طبعا الشباب اللي ممكن حد ما عندوش خلفيه شويه على الفيتنج او نسيها او بقاله فتره مثلا ما اتعاملش مع حاجه زي كده، انا هبعت لكم باوربوينت وهحط لكم محاضره او محاضرتين لبعض الجامعات الكبيره يشرح لك الفيتنج بالتفصيل وازاي بتعمله، حاجه بسيطه قوي يعني للناس المتعمقه. طبعا بيمارس الفيتنج ده تقريبا مع كل داتا بتظهر له نيوميريكال او اكسبيرمنتال وورك، فهو فاهم انا بقول ايه، فالناس ما تتخضش من الترمينولوجي اللي انا بقولها يعني. طبعا لو انا عايز اعمل فورير فانكشنز او عايز اعملها جاوسيان فانكشن بفيتنج الداتا بتاعتي على جاوسيان، وانت على حسب ما انت الديجري بتاعت البولينوميال بتاعتك اللي انت بتعملها فيتنج. الحاجه دي احنا عاملينها عشوائيه، فممكن تلاقي حاجه السبلين فانكشن هي افضل، سموزنج سبلين هتلاقيها تقريبا فيتنج للداتا بشكل كويس جدا. طيب وهتلاقي على الشمال هنا بيديك شكل الايه الكوفيشنز بتاعتك والار سكوير لو انت عايز تكتب الكلام ده جوه البيبر اللي انت هتكتبها او حاجه زي كده. لو انت بتبيلد مان باي سنسور مثلا وعايز تشوف هل السنسيتيفيتي بتاعتك يعني عايز تعملها ستاتستكس وتحسب السنسيتيفيتي قد ايه والار سكوير ده عايز تحطه عندك في البيبر، فده حاجه كويسه جدا تديك القيم بتاعت الفيتنج بتاعك عامل ازاي. دي الطريقه الثالثه. طبعا هنا الحاجات كلها بسيطه قوي، احنا هنا هنلاقي لو انت عندك 3 دي هيعمل لك 3 دي بلوت، وديت لو انت عايز تجيب الريزيدو بشكل في الداتا هيديك الريزيدو بشكل معين سكاتر دي بلوت، او انت عايز تشوف كفيجر على حسب ما انت عايز. الحاله الثالثه لو انت برضو 3 دي فهيعمل لك كونتور بلوت، في حالتنا مش هينفع الكونتور بلوت لان احنا واخدين 2 دي داتا، يعني هنا لازم تكون الزد فيها حاجه معوض بيها، فيديك لو انت عايز تعمل كونتور بلوت يعني. وهنا لو انت عايز طبعا تماكسمايز او تمينيمايز، وهنا لو هتمسك الداتا وتحركها يمين وشمال، وهنا لو عايز تقرا رقم من على الداتا نفسها فيديك الكروس ده، فطبعا عند حته معينه وتشوف ايه الريزلت بتاعتك ده قيمتها الاكس والواي قد ايه. طبعا ده لو انت عايز تتعامل مع الفيجر نفسه، وكمان لو انت عايز تحط اللي هي الليجند بتاعتك وتكتب فيها اللي انت عايزه وتغير البارامتر بتاعتها. طبعا هنا لو انت عايز تعمل جريد اون او جريد اوف في الداتا اللي انت عايزها، وهنا هتتحكم في الادجاست الاكس سايز والمينيمم اكس والمينيمم واي والماكسيمم اكس والماكسيمم واي، وتتاكد ان الحاجه بتاعتك زي ما انت عايز تشوف الكيرف بتاعك يكون مظبوط او لا، ده على حسب الحاله بتاعتك اللي انت عايز تعملها. طبعا هشيل هنا الحته ديت، وده الكيرف بتاعنا اهوت، يا دوبك هتاخده كوبي وتحطه في الفيجر بتاع البيبر بتاعتك وخلاص على كده تاخد الستاتستيك. دول الحالات الثلاثه اللي موجودين بأوفر الماتلاب دي. الحاله الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عنها لو انت هتستخدم فانكشن تكتبها جوه كود جوه الماتلاب. وعلى فكره يا جماعه لو انت عايز تبيلد ان الكود مثلا، انت كتبت هنا الحاجه اهو مثلا، نرجع فين نظبطها شويه، وادي خدت الكيرف ده، يبقى نشيل الداتا ديت من على الكيرف، وهو الكيرف ده انا عايز جنريت الفانك اللي انا عملته ده كله.
ببساطة جدا ممكن تيجي هنا وتقول له جينيريت مش متذكر بصراحة، انا فاكر ان كان في حاجة بتجينيريت الكود اللي انت عملته ده، فيديك شكل كود ممكن كوبي بيست وتحطه في الام فايل، فهو اوتوماتيك هيجنريت الكود اللي انت عملته ده. تمام، مش فاكر كنا بنجيبه منين. هنا من فايل جنريت كود، فهو يديك هنا الكود اللي انت اهوت دي الفانكشن، مجرد ما تحط الاكس والواي بتوعك جوه الفانكشن دي، هنتكلم على ازاي تعمل فانكشن بايديك انت، يقوم عامل لك الرسمه اللي انت شفتها من شويه دي بالظبط. يعني انت هنا سهل جدا انك تعمل في يور اون تمبلت للرسومات بتاعتك، وبعد كده يبقى بعد كده ممكن تعمل جنريت الكود بتاعك وتحط، يا دوبك انت هتنادي على الداتا بتاعتك يعمل لك فيتنج للداتا. ده مهم جدا للجماعه اللي هم، انا فاكر زمان لما كنا بنعمل فابريكيشن لويب جايد جوه الفرام، وبعد ما بناخده معنا بنعمل فابريكيشن كنا بنفيتنج داتا على اير فانكشن كومبلمنتري فانكشن، فكان مهم جدا انت لو عندك تمبلت اوريدي للفيتنج فانكشن مش كل شويه هتعمل الكلام اللي انا بعمله ده، خلاص انت عارف اوريدي ان الداتا بتاعتك تقدر تفيتها على اير فانكشن كومبلمنتري، عندك فانكشن اوريدي تاخد الكوفيشنتس بس وتعوض فيه اناليتيكال فانكشن تديك الفيتنج اظبط او احسن فيتنج للداتا الريزلتس الخارجه من الاكسبيرمنتال بتاعتك او السيبرت بتاعتك، فكنا نعملها فيتنج عليه، فدي حاجه كويسه جدا. سواء ده باستخدام الماتلاب او الافضل على الاطلاق